هلا البيورين اند بيراميدينز، ادينين اند جوانين ار ريليتد ستراكشرالي تو ذا بيرنت مولكيول بيورين. بحكي لك انه الادينين والجوانين عباره عن نيتروجينس بيز موجودين في الدي ان اي، صح؟ هلا هدول التو نيتروجينس بيز بيشبهوا البيورين او قاعده البيورين اللي هي بتكون عباره عن حلقتين من الحلقات الخماسيه. فالادينين والجوانين الاستراكشر تبعها او الكيميكال ستراكشر بيشبه البيورين. فانا كيف كنت احفظها؟ كنت احكي اثنين حلقتين بيورين ففيهم حرف النون، والادينين والجوانين فيهم حرف النون. البيراميدين اللي هي بتكون سنجل يعني في حرف الاس، زي السيتوسين يوراسيل وثايمين، الثلاثه فيهم حرف الاس، يعني سنجل رينج. بينما الدبل رينج او الحلقتين الثنائيتين فيهم نون زي الادينين والجوانين. هلا نيجي للي بعدها، دي ان اي لينكج. هلا بدنا نعرف شو الرابطه اللي بتربط بين النيوكليوتايد، بين اتش نيوكليوتايد بالدي ان اي. حتكون هي رابطه الفوسفودايستر بوند، والفوسفودايستر بوند سبب ارتباط النيوكليوتايد مع بعضها البعض هي الفوسفيت جروب. هلا النيوكليوتايد هاي ممكن تكون اما احاديه الفوسفيت جروب ومسميها دي اوكسي ادينوسين بالنسبه لها، لانه احنا عندنا هون ادينوسين، هاي الادينوسين لونها زهري، وهي 1 فوسفيت جروب، وهي السكر. نعيد، هاي ادينوسين او الرابط سوري القاعده النيتروجينيه الادينوسين، بس لانها بالدي ان اي بنسميها دي اوكسي ادينوسين، ومعاها فوسفيت جروب 1 فوسفيت جروب، ومربوطه بدي اوكسي ريبوز شوجر، فبنسميها دي اوكسي ادينوسين 5 برايم. ليه؟ لانه الفوسفيت جروب جاي على 5 برايم مونوفوسفيت. هيك نيجي للثانيه، دي اوكسي ادينوسين 5 برايم دايفوسفيت. يعني شو؟ فيها تنتين او مجموعتين من الفوسفيت. الثالثه فيها الفا وبيتا وجاما، دي اوكسي ادينوسين 5 برايم ترايفوسفيت، او دي اوكسي اد اي تي بي بنسميها دي اي تي بي، وهي بتكون فيها ثلاث مجموعات من الفوسفيت مع ادينوسين ودي اوكسي ريبوز. فمين الرابطه اللي بتربط النيوكليوتايد بين بعضها البعض؟ هي الفوسفودايستر بوند. هون في عندنا التراي نيوكليوتايد، كلمه تراي يعني ثلاثيه، فهي ثلاثيه من النيوكليوتايد. هاي النيوكليوتايد زي ما احنا بنعرف النيوكليوتايد بكون من سكر وقاعده نيتروجينيه وفوسفات، هيها سكر قاعده نيتروجينيه وفوسفات، سكر قاعده نيتروجينيه وفوسفات. فهدول الثلاث مع بعضهم البعض شو بنسميهم؟ تراي نيوكليوتايد. بحكي لنا top of molecule has a free 5 prime phosphate group، يعني ال 5 end هيها شو مربوطة؟ هيها ال 5 end هاي مربوطة بالفوسفيت جروب. نيجي لثانية، bottom has a free 3rd hydroxyl group، ال 3rd hydroxyl group مربوطة مع ال 3rd prime carbon، الثالثة مربوطة مع الهيدروكسيل جروب اللي هي ال OH جروب، مربوطة مع الثالثة أو الذرة الثالثة من الكربون في الريبوس شوجر. فنحن دايما مين مرجعنا؟ الريبوس شوجر. الريبوس شوجر هذا فيه 5 ذرات كربون، صح؟ الذرة الأولى بنسميها first prime، الثانية second، الثالثة third prime، الرابعة fourth prime، والخامسة fifth prime. فالخامسة هاي الأولى سوري، وهاي الخامسة، هاي الخامسة مربوط فيها فوسفيت جروب، والثالثة مربوط فيها هيدروكسيل جروب. واحد اثنين ثلاث أربعة كيف هيك؟ لين عندهم؟ سوري هاي هون. فهيك بتصير هاي الثالثة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، وبتكون مربوط فيها هيدروكسيل جروب. DNA structure the double helix. بدنا نيجي نحكي عن DNA نفسه كشكل او كتركيب كيميائي. حكينا بالبداية انه مكون من النيوكليوتايد وشو هو النيوكليوتايد. هلأ بدنا نيجي نحكي مين العلماء او اهم العلماء اللي قدروا يميزولنا ويعرفونا الشكل تبع DNA اللي هلأ احنا بنعرفه. اول عالمة وكثير مهم تعرفوا عنها هي روزاليند فرانكلين، وهي اللي استخدمت أشعة الإكس راي لحتى تاخذ صور للدي ان اي، واكتشفت انه هيليكال شيب او الشكل تبعه حلزوني. داتا also indicate a regular repeating structure، فهمت من الصورة كمان من الإكس راي انه شكل الدي ان اي منظم
ومرتب ومنعاد، بضل يتكرر، يعني مش كل شوي بيطلع شيء جديد، هو بيكون مكرر ولكن لنفس الستركشر. DNA was believed to require an irregular sequence. كان هم مفكرين زمان انه DNA بيكون irregular، يعني هيك كيف ما اجى يجي الادينوسين وراها الجوانين على طول، بس هي فهمت من الصور تبعتها انه النيوكليوتايد منظمه بطريقه يعني هي موجوده بطريقه منظمه ومكرره. واتسون اند كريك هم طالبين واستخدموا اهم افكار وصور روزاليندا فرانكلين لانهم يعملوا شكل الخارجي او الشكل او المظهر الكيميائي لمين؟ المظهر نفسه اللي احنا بنشوفه تحت الميكروسكوب هلا لل دي ان اي. فكان شكله على شكل دبل هيليكس وذ شوجر فوسفيت باك بون اللي هلا بفرجيكم، واوتسايد بيكون النيتروجين سبيس. رسموه بهذا الشكل، قدروا يصمموا هذا الشكل وفهمونا انه اللون الازرق واللون الاحمر هم اسمهم الباك بون. الباك بون مكونين من السكر المنزوح الاكسجين الديوكسي ريبوز شوجر مع الفوسفيت جروب، وجوا اللي انتم شايفينه هدول البرمادي هم النيتروجين سبيس اللي بيختلفوا من النيوكليوتايد لنيوكليوتايد، يعني كل نيوكليوتايد بيكون فيها نوع من النيتروجين سبيس. طبعا احنا بنعرف شو من النيتروجين سبيس، ثلاث انواع، الادينين والجوانين والسيتوسين والثايمين. فهون عم بشرح لنا الحكي اللي هلا حكيت لكم اياه. Structure compared to a twisted ladder، يعني بتشبه السلم الحلزوني، زي كيف سلم اللي بيكون تبع الطوارئ هذا الحلزوني، ما بعرف ايش بيعملوا حلزوني بس بيعملوا بهذا الشكل. و curving side of the ladder represent the sugar backbone of phosphate backbone اللي هو هذا بنحكي عنه، لونه ازرق واللونه احمر بنسميه فوسفيت شوجر باك بون او شوجر فوسفيت باك بون، يعني ايش مكون بس من فوسفيت ودي اوكسيرايبوس شوجر، وما بيختلف تركيبه كله من اول السلسله لاخر السلسله بتكون سكر وفوسفيت. لادر اللي هو السلم، لادر رانكس يعني درجات السلم، ار ذا بيس بير، درجات السلم اللي لونهم بالرمادي لو بدنا نفكهم ونكتشف شو هن بيطلعوا النيتروجين سبيس. ونحن بنعرف دائما انه الجوانين شو بيقابلها؟ السيتوسين. هلا هاي الجوانين اللي لونها احمر وقدامها سيتوسين. انا كيف عرفت هذا الحكي؟ لانه بيناتهم رابطه ثلاثيه من رابطه الهيدروجين، دائما السيتوسين مع الجوانين بيرتبطوا برابطه ثلاثيه او ثلاث روابط هيدروجينيه. وكيف عرفت انه هاي جوانين؟ لان قلنا انه الجوانين ثنائيه الحلقه، اما السيتوسين بتكون احاديه الحلقه. نيجي لهون، هاي لونها اخضر مع لونها اصفر جاي ب 2 هيدروجين بوند، يعني رابطتين هيدروجينيتين. هاي هي الادينين لانها حلقتين ان، قلنا ادينين، وهاي مين؟ الثايمين لانها حلقه واحده. ونفس الحكي هون، هاي الحمراء على طول عرفنا انها جوانين وهاي سيتوسين، دائما اذا عرفنا واحده بنعرف الثانيه، يعني اذا عرفت انه هاي شو اسمه سيتوسين على طول بنعرف انه اللي قبالها هي لازم تكون جوانين. There are about 10 base pair turn، يعني اللفة الوحدة هاي اللفة اللي شايفينها باللون الأزرق هاي عبارة عن 10 نيوكليوتايد، 10 من النيوكليوتايدات أو 10 من النيتروجين سبيس، يعني لو بدنا نعدها نفرطها لهاي القسم اللفة هاي الوحدة ال 1 turn تطلع 10 نيتروجين سبيس. Arrows indicate that the two strands are anti-parallel، بفهمنا الاسهم الطالعه والنازله انه هذا السهم الطالع عكس السهم النازل. اذا هذا السهم بلش من 3 برايم ل 5 برايم بينتهي ب 5 برايم، فاللي قبالها هتبدا من 5 برايم وتنتهي ب 3 برايم. طبعا احنا بنعرف انه 3 برايم شو بيكون عليها؟ هيدروكسيل جروب، و 5 برايم شو بيكون عليها؟ فوسفيت جروب. فاللي بتبدا بهيدروكسيل جروب اللي قبالها بتبدا بفوسفيت جروب، يعني اللي هون بتكون فري اند الثيرد، هون الفري اند الفيفث او الخامسه، اللي هون بتكون الخامسه هي الفري اند، فقبالها حتكون الفري اند الثالثه او الثيرد برايم. فهي انتي بارلل، كلمه انتي بارلل يعني متوازيه هيك. هلا في عنا انواع من انواع الدي ان اي حسب الهيليكال شيب تبعته او حسب كيف اتجاه دورانه والحلزونيه تبعته. فهذا الشكل نسميه البي دي ان اي، هو الشكل الموجود بكل الخلايا، بس الحاله الطبيعيه للخلايا شو بيكون في عنا؟ بي دي ان اي.
بهمنا تعرفوا كمان من البي دي ان اي انه في عندنا شيء اسمه ميجر جروف اللي هو هذا زي خندق كبير، وماينر جروف هذا الخندق الصغنطوط الصغير. الماينر جروف بيكون خندق صغير والميجر جروف بيكون خندق كبير، ومفرجينا انه اتجاه الدوران بهذا الاتجاه هيك مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة هيك مع عقارب الساعة بدون. فهلا هنحكي عن الدي ان اي والار ان اي. Physical chemistry of a nucleic acid. دي ان اي اند ار ان اي مولكيولز كان ابير ان سيفرال ديفرنت ستراكشرال فاريانتس. هاي الاشكال اللي ممكن تظهر عليها الدي ان اي والار ان اي. Changes in relative humidity will cause variation in DNA molecular structure. هلا هون لما قلنا ال BDNA نرجع لهاي الصورة، قلت لكم انه هذا شكل من اشكال ال DNA. طبعا شكل ال DNA بيختلف حسب ال humidity. ال humidity هي رطوبة الخلية او رطوبة سوري النوع، لانه ال DNA وين موجود؟ بالنوع. فحسب الرطوبة او ال humidity تبعت النوع بيتغير شكل ال DNA، لانه ال DNA حساس. The twist of the DNA molecule is normally shown to be right-handed. بالعادة دايماً الـ DNA أو normally للـ DNA إنه يكون right-handed. شو يعني right-handed؟ معناها إنه لحظة بس. نرجع لموضوعنا بشرح الشابتر الثاني من المولكيولر بيولوجي. بعتذر عن التوقيف. نكمل هلا في موضوع انواع الدي ان اي. قلنا انه الدي ان اي انواع بتعتمد على الهيوميديتي في النيوكليوس، واكثر نوع او النورمالي النوع الطبيعي الموجود واللي قدرنا نكتشفه في عام 1979 كان الرايت هاندد، وبعدين اكتشفنا النوع الثاني اللي هو الليفت هاندد. في الصوره هاي بفرجينا النوعين، الليفت هاندد هيليكس اللي هو بدور بهذا الاتجاه بعكس عقارب الساعة، لفت عكس عقارب الساعة، والرايت هاندد هيليكس بيلف مع عقارب الساعة. فالرايت بيلف مع عقارب الساعة واللفت بيلف عكس عقارب الساعة. A variety of DNA structure. على شو بيعتمد اختلاف او تنوع DNA structure؟ قلنا بيعتمد على الـ humidity. في الـ high humidity الـ DNA بيكون مبسوط وبيكون اسمه B form اللي هو النوع الطبيعي، بيكون عنا النيوكلياس فيها رطوبة عالية، وبالتالي الـ DNA بيكون بشكله الطبيعي اللي هو الـ B form. ممكن يكون B form left handed وممكن يكون right handed. lower humidity بس تقل الـ humidity في النيوكلياس تقريبا 75% أقل من الوضع الطبيعي، الـ DNA takes on the A form، ياخد شكل الـ A form مش الـ B form. هذا النوع بيكون شو؟ بالـ lower humidity in nucleus. A plane of bases pair base pairs in A form is no longer perpendicular to the helix axis. شو معناه؟ هلا احنا بنعرف الـ perpendicular يعني عمودي على الـ helical axis تبع الـ DNA. فلما يكون عندنا lower humidity ببطل الـ base هذا عمودي. يعني احنا لما نرجع للشكل هنلاقي انه هاي البيز بتكون عمودية على مين؟ على الهيليكال تبع الـ DNA الموجودة هون، بينما في الـ B في الـ A form ما بتكون عمودية. الـ A form seen when hybridized on a DNA with RNA strand in solution. في حالة الاشي اللي بنسميه التهجين. التهجين هو احنا نضيف قطعة من الـ DNA وقطعة من الـ RNA على الـ DNA الموجود عنا، يعني نحط عليه او نضيف عليه اشي جديد، هذا بنسميه التهجين. في حالة التهجين الـ A form بيكون موجود، يعني ببطل شكل الـ DNA بالـ B form بصير بالـ A form. When wound in a left-handed helix, DNA is termed as Z-DNA. لما يكون الحالة الـ DNA بالشكل إنه left-handed شو بصير اسمه؟ Z-DNA. One gene requires Z-DNA for activation. يعني إذا إحنا بده يصير عنا activation لجين معين عشان تظهر صفة معينة، فالـ DNA بحاجة إنه يكون عنده الراوند تبعه Z-DNA. هلأ هون اللي بهمكم تعرفوه من هاي كلها إنه الـ B form the helix makes turn every 3.4 nanometer. نرجع. And the distance between two neighboring base pair. هلأ هاي مهمة تعرفوها، إنه خلينا أعملها باللون الأصفر الأشياء المهمة عشان في حكي مش كله لازم ينحفظ. هذا مهم تعرفوه قد المساحة بيناتهم اللي هي 34 بالمية نانومتر. ولازم تعرفوا انه كل 10 بير او كل 10 نيتروجين سبيس بتكون بير تيرن. كل لفة يعني هاي اللفة فيها 10،
فيها 10، هاي اللفة فيها 10 من النيتروجين سبيس. The intertwined strand makes two grooves of different widths referred with a major. هلا حكينا هذا الحكي الميجر جروف والماينر جروف. الميجر اللي شايفينه هون هيو هذا، هذا اللي هون اسمه ميجر جروف، بينما الماينر جروف اللي هو اصغر هيو هذا اللي شايفينه زي خندق او زي تجويف صغير بنسميه ماينر جروف. طبعا هذا الحكي شو بيعمل؟ فاسيليتيت مايننج وذ سبيسيفيك بروتين، هذا بسرع ارتباط الدي ان اي مع سبيسيفيك بروتين. طب ليش هدول سبيسيفيك بروتين؟ رح نعرفهم لما نيجي نحكي عن موضوع الترانسكريبشن اوف دي ان اي، لما يصير نسخ للدي ان اي. هلا في بيحكي لنا انه لما نجيب هالدي ان اي نطلعه من الخليه ونحطه بسوليوشن، ان ا سوليوشن وذ هاير سولت كونسنتريشن، يعني طلعنا الدي ان اي من الخليه، بطل بالخليه، بطل ان فيفو، صار ان فيترو خارج الخليه، وحطيناه في ماده او سوليوشن محلول الاملاح عنده تركيزها عاليه والكحول موجود فهو محلول من املاح وكحول، فالدي ان اي رح يتحول شكله من البي فورم الطبيعي للاي فورم. فمتى بصير عندنا اي فورم؟ في حاله اللو هيوميديتي، الرطوبه الاقل، لانه احنا طلعناه من النيوكليوس وحطيناه بسوليوشن هاير سولت كونسنتريشن والكحول ادد. But every 2.3 nanometer makes a turn and there are 11 base pair per turn. يعني هذا بهمكم تعرفوها انه الاختلاف انه صارت 11 وحدة per turn، كل لفة فيها 11 زوج من النيتروجين سبيس. Z form اللي هو الشكل الثالث من الدي ان اي بيكون شكله زجزاج، لهيك سموه Z form، is left handed. يعني متى ما كان الدي ان اي بالبي فورم بس left handed بنسميه Z form. One turn span، هاي انه المساحة المسافة بيناتهم 4.6 نانومتر، والمهم نعرفها انه بير تيرن 12 بيز بير. PDNA and ZDNA have been directly observed in functional organism، معناها بالوضع الطبيعي شو بيكون عندنا؟ BDNA اللي هو right handed وZDNA left handed. وين هذا؟ في الوضع الطبيعي، بينما الوضع الغير طبيعي هي الـ A form اللي بيكون عندنا لما نطلعها من النيوكليوس ونحطها في التجارب الكيميائية أو تجارب التهجين. BDNA form is most common under the condition found in cell. أكثر شيء وين مشهور عندنا؟ الـ B form الطبيعي. هاي عندكم الأشكال وأظنها مش حفظ يعني لأنها مش واضحة كتير، فبس بفرجيكم كيف الماينر، حتى مش مبين الماينر جروف من الميجر، بس الميجر مبين. بس هاي اللي انتو عندكم الـ A، هاي شوفوا كيف مكتل على بعضه بيكون مش طبيعي يعني بيطلع برا النيوكليوس. الـ B form اللي هو الطبيعي الأكتر شيء بنشوفه، والـ Z form بيشبه الـ B بس باختلاف الـ round اللي كيف بلف left بدل right. وهي شكل تاني نفس الحكي، فرشيكم بالأسهم انه هذا جاي باللفت يعني عكس أقارب الساعة، بلف بهاي بهذا الاتجاه هيك يعني بلف هيك السهم، بينما هذا بلف بهذا الاتجاه مع قارب الساعة، وهذا سوري هذا مش هو البي يعني ما ركزت فيه، هاي البي بتكون جاي بهذا الاتجاه يعني مع عقارب الساعة، وهاي عكس عقارب الساعة اللي بتكون لحظة بطل بين السهم، هذا بيكون اتجاهه اذا هيك، فهاد هيك ايوه هيك بلف عكس عقارب الساعة، وهاد بيكون كمان مثل البي فورم ولكن مور كوندنسد اقرب على بعضه لانه طلع من الشكل الطبيعي او من الهيوميديتي الطبيعيه. فاريشن ان دي ان اي بتوين اورجانيزم، هلا لما نيجي بنقارن بين الكائنات الحيه كل الكائنات الحيه عندها دي ان اي، ولكن كميه الدي ان اي وكميه النيتروجين سبيس اللي بالدي ان اي بتختلف من كائن الى كائن. فالعلماء لما قرروا انهم يقارنوا بين الكائنات الحيه وكميه الدي ان اي الموجوده فيها، حكوا انه احنا بنقارن بنحط شيء معين فيكست بنخليه مثبت عنا، وبنقارن بين كل كائن وكائن، فاختاروا كميه الجي والسي نيتروجين سبيس الموجوده جوا الدي ان اي في كل اورجانيزم. يعني مثلا الانسان عندنا، خلينا نشوف الهيومن، هي عندكم هذا الجدول طبعا مش حفظ، ناخذ مثلا الهيموفيلس انفلونزا، هي عباره عن بكتيريا فيها 39% من الجي والسي نيتروجين سبيس، يعني 39% من النيوكليوتايد الموجوده
في الدي ان اي تبعها بيكون عبارة عن جيوسين هيدروجين سبيس. وين الانسان؟ خلينا نشوف، في عنا الرات، البول سبام، تشيكن ليفر، ماوس بين. مش حاطين الانسان ليش؟ خلينا نشوف الباسيلس سيرس، كمان هاد نوع بكتيريا فيه 37. بدنا اشي كبير، المايكوبكتيريوم في اللاي، هاي كمان نوع بكتيريا من انواع البكتيريا، وفيها 73% من النيكلوتايد جي وسي. هلا اذا بدكم تفهموا هذا الحكي، تخيلوا عندنا الدي ان اي، الدي ان اي مكون من جي وسي وتي واي، صح؟ كل ما كانت كمية الجي والسي اكتر بتلاقي عندنا نسبة هون اعلى، 73% 72%. كل ما كانت كمية الجي والسي اقل بتلاقي نسبة اقل، 22% 34%، تمام؟ فهي بتتراوح من 22 إلى 73%. بس مستحيل تلاقي كل الدي ان اي تبع الاورجانيزم بس جي وسي، لازم يكون في اي ودي اي وتي، لازم يكون، ولكن تتراوح النسبة بين كل اورجانيزم والتاني. Such differences are reflected in differences in physical properties. وعزوا أو خلوا هذا الحكي، الاختلافات هاي بسبب اختلاف الصفات الفيزيائية الموجودة في الكائن الحي. هلا في عندنا مصطلح اسمه DNA melting، مش معناه تدويب DNA، معناه صهر DNA. الصهر هو عملية تحويل DNA من الحالة الصلبة للحالة السائلة، هاي المصطلح هيك معناه. فطبعا عن طريق شو بيعملوا صهر؟ عن طريق الحرارة، وممكن عن طريق أمور تانية، بس أكتر شيء مشهور عنا عن طريق الحرارة. فوذ هيتينج شو بصير عنا؟ بصير عنا ميلتينج للدي ان اي. شو بصير؟ الدي ان اي مكون الروابط اللي بتربط بين الدي ان اي هي نان كوفالنت فورسز، صح ولا لا؟ هدول النان كوفالنت فورسز هن اللي بيربطوا بين التو ستراند اوف دي ان اي، بس هي نوعا ما مش كتير قوية، فالهيت بتضعف او بتقلل من قوة الفورسز between the two strands of DNA and make it melt، اي او بتحوله لمصهور او بتصهره. when the forces break، لما هاي القوة تتحطم بسبب الحرارة، the two strands come apart in denaturation or melting. يعني لما انت بتسخن الـ DNA على درجة حرارة معينة وبتكسر الرابطة بين الـ two strands، شو بصير عنا؟ بتصير كل ستراند عجها، هذا بنسميه ميلت او ديناتوريشن. ديناتوريشن يعني ازالة الطبيعة الحقيقية او الطبيعة الحلوة تبعت الدي ان اي، شوهناه للدي ان اي، في صار تشويه اللي هو كسرنا الرابطة بين التو ستراند اوف دي ان اي. temperature at which DNA strand are half denatured is melting temperature or TM. مصطلح الميلتنج تمبريتشر يعني متى او شو هي درجة الحرارة اللي بتخلي الدي ان اي يصير له هاف دي ناتشر، يعني يصير مشوه بكمية النصف او نص الدي ان اي يتشوه وتنزال منه طبيعته، بنسميها الميلتنج تمبريتشر او تي ام. هلا هاي التي ام على شو بتعتمد؟ بتعتمد على كمية الجي والسي الموجودين في الدي ان اي. مش قبل شوي قلنا الجي والسي هي العامل اللي بنعمله للمقارنة بين الاورجانيزمز، كمان كمية الكونت الجي والسي الموجودة في الدي ان اي كل ما كانت اكتر، كل ما كانت تي ام او temperature of melting اعلى، يعني احتجنا حرارة اكتر لنصهر هالدي ان اي. كل ما كان الجي والسي، زي عندنا نرجع للجدول هاد، زي المايكوبكتيريوم في اللاي هذا فيه 73%، هاد بيحتاج حرارة اكتر من ال 22%. ليه؟ لانه كل ما زادت الجي والسي كونتيننت اوف دي ان اي، كل ما كان كميه الجي والسي في الدي ان اي اكثر، كان الميلتنج تمبريتشر اعلى عشان نقدر نحطم الدي ان اي. دي ان اي ديناتوريشن او مسميها الميلتنج، بس اغلبيتنا بنحكي عنها ميلتنج او ديناتوريشن. ان اديشن تو هيت بنقدر نحط مواد تانية غير الحراره كمان تعمل نفس العمليه اللي هي ديناتوريشن، منها الاورجانيك سولفنت، البي اتش او الهاي بي اتش، نرفع البي اتش نخليها الكالاين، او اللو سولت كونسنتريشن نقلل من الاملاح. الجي والسي كونتيننت اوسو افكتس دي ان اي دنسيتي، بتاثر على الكثافه تبعت الدي ان اي. فكل هاي بتكون دايركت ولينير. شو يعني؟ يعني كل ما زادت كميه الجي والسي في الدي ان اي، كل ما كان الدنسيتي اوف دي ان اي هاير او اكثر، يعني دايركت مع لينير، يعني كل ما كان كمية الجي والسي اعلى زي ما انتم شايفين، يعني لما يوصل لل 80 هي هون اقل من 80 وال 75 كان الدنسيتي لها 1.74 تقريبا.
أما لما كانت 40 كانت دنسي تبعتها 1.7، فمين أعلى دنسيتي 1.74 ولا 1.7؟ أكيد 1.74. سبب الارتفاع الدنسيتي أو الكثافة of DNA كان سببها الـ higher content of GC أو الجوانين والسيتوسين في الـ DNA. هلا هون بحكي لك how to predict. شو يعني how to predict؟ كيف ممكن تتنبأ بدرجة حرارة صهر الـ DNA على قاعدة 2+4 أو 2+4 rule of thumb. يعني على كل A مع T اللي بنربطهم مع بعض برابطة ثنائية بنزيد 2، وكل G و C بنزيد 4. هيها كل A مع T بنزيد 2، وكل درجة حرارة يعني 2 سيليسيوس درجتين سيليسيوس، وكل ما كان في عنا جي وسي على كل وحدة بنحط 4 سيليسيوس. طبعا هاي القصة عجقة. ليش؟ لأنه في دي ان ايه ممكن تتكون من أكثر من 30,000 جي سي، فتخيل قد ايه درجة حرارة حتكون. هاي الطريقة ما بتزبط إلا في حالة لما يكون دي ان ايه كتير صغير مكون من 20-40 نيوكليوتايد، يعني هيك تصير تتراوح الحرارة من 100-300 سيليسيوس بس، اكثر من هيك ما بزبط، صح ولا لا؟ فاكثر من هيك لما يكون دي ان اي اكثر من 40 نيوكليوتايد ما بزبط هاي العمليه اللي هي 2+4 رول اوف ثام. غير هيك لو كانت اقل من 20، يعني مثلا لو كان عندنا كائن حي الدي ان اي مكون زي البكتيريا ممكن تكون دي ان اي تبعها مكون من 30 نيوكليوتايد، فبنعد النيوكليوتايدات اللي فيها اي تي ونعد النيوكليوتايدات اللي فيها جي سي ومنزيد حرارة 2 سيليسيوس على كل AT وجي سي على كل 4 سيليسيوس على كل جي سي، والسميشن of all of the temperatures سوا كل مجموعهم سوا شو بيعمل لنا؟ بيعطينا temperature of melting أو TM، مصطلح TM اللي بيخلينا نقدر نصهر الـ DNA. هلأ الـ DNA renaturation، ريناتوريشن يعني إعادة الوضع الطبيعي للـ DNA، مش إحنا قلنا ديناتوريشن نزع الوضع الطبيعي، ريناتوريشن إعادة الوضع الطبيعي. بس الكلمة الثانية اللي العلماء بيستخدموها واللي هي الأصح اللي هي DNA annealing، هاي الكلمة اللي لونها أزرق مهمة اللي هي annealing، يعني إعادة لصق الدبل هيليكس مع بعضهم البعض. أو شفتوا اللي هي النون كوفالنت بوند او فورسز، سوري نون كوفالنت فورسز بين ذا تو ستراند اللي دمرناها بالحراره، لما بنشيل الحراره وبنستنى عليها شوي ترجع هدول الفورسز من اول وجديد مع بعض وبتقرب الستراند من بعضهم البعض. فهي العمليه شو بنسميها؟ بنسميها انيلينج. افتر تو ستراند سيبريت، بعد ما نفصل التو ستراند عن بعضهم اندر بروبر كونديشن ذا ستراند كان كم باك توجذر، تحت ظروف معينه او معياريه ممكن يرجعوا يرتبطوا. عملية الارتباط أو إعادة الـ two strand لبعضهم البعض بنسميها annealing أو renaturation. شو العوامل اللي بتحدد أو بتزيد من عملية الـ annealing؟ temperature، وهي أقل بـ 25 سيليسيوس من الـ TM. يعني لو كانت الـ TM 40 بتنقصوا منها 25، صح؟ فبتطلع عنا 15، صح؟ هيك فبنقول 15 هي درجة الحرارة المنيحة للأنيلينج، مش درجة الحرارة 25، لا below the TM. يعني إذا هاي 40 هي أقل ب 15، لو كانت مثلا 55 بتنقصوا منها 25 فبطلع عنا الدي 30 هيك مثلا. DNA concentration within higher limits, concentration better likelihood that two complementary will find each other. كل ما كان الـ DNA تركيزه أعلى في بالوول أو بالوعاء اللي إحنا عملنا فيه denaturation بتقدر الـ DNA يرجع حاله بطريقة أسرع. Renaturation time كل ما مر وقت أطول على الـ DNA مع بعضهم البعض لو كانوا منفصلين بسرعة بصيروا يقتربوا من بعض ويصير لهم annealing. Polynucleotide chain hybridization. Hybridization معناها التهجين. تهجين هو إضافة قطعة من الـ DNA أو قطعة من الـ RNA دخيلة على الـ DNA ونخليها مع بعضه على أساس تصير قطعة لحالة جديدة وبعدين نكثرها. Hybridization is a process of putting together a combination of two different nucleic acids. نضيف two different nucleic acids لبعضهم البعض ونخليهم على نفس التركيب، يعني تصير one compound.
أو one combination. strand could be one DNA مع one RNA. ممكن نحط دي واحدة strand من DNA مع واحدة strand من RNA نربطهم مع بعضهم البعض ومنسميها hybridized DNA. بصير اسمه DNA مهجن. ممكن كمان two DNA strand مع بعضهم البعض, بس هاي DNA دخيلة على DNA الثانية. يعني مثلا هاي الستراند بعد ما كانوا اثنين مع بعضهم زرق صار كل وحده لحالها, بعدين جبنا وحده ممكن تكون ار ان اي او ممكن تكون دي ان اي لونها زهري ربطناها مع الازرق فصار عندنا دي ان اي جديد بنسميه الدي ان اي المهجن. بيكون هاي الوحده منها زرقاء وحده زهريه, وبعدين بصير لها عمليه الترانسكريبشن او انها تنتسخ اكثر من مره الامبليفيكيشن. DNA sizes, حجم الـ DNA. DNA sizes is expressed in three different ways. ممكن نحدد حجم الـ DNA بثلاث طرق مختلفة. يعني كيف احنا ممكن نستخدم الكيلوغرام, وممكن نستخدم الجرام, وممكن نستخدم النانوغرام لنقيس الوزن. نقيس حجم الـ DNA بثلاث طرق. ممكن نحكي number of bases pair, base pairs. يعني قد ايه الـ DNA في nitrogenous base, نحكي حجمه. يعني مثلا حجمه 3000 نيوكليوتايد او 3000 نيتروجين سبيس. ممكن حجمه 5000 نيتروجين سبيس. هاد اول طريقه. ممكن بالمولكيولر ويت, وهي بتحتاج انواع خاصه او اجهزه خاصه. 660 از مولكيولر ويت اوف 1 بيس بير. يعني ال1 بيس بير مكون من 660 مولكيولر ويت. هلا لو كان عندنا 3000 مولكيولر نيتروجين سبيس, تحكي 3000 ضرب 660 بيطلع معنا المولكيولر ويت اوف دي ان اي للاورجانيزم اللي احنا حكينا عنه. ممكن نحكي عنها بالطول. يعني نمسك هالدي ان اي, هو مش عباره عن خيط, بنعرف قد ايه طوله. بحكي لك 33.2 انجستروم. انجستروم يعني 10 قوه سالب 10 بير هيليكال تيرن اوف 10.4 بيسز. مش احنا قلنا كل 10 بيسز عباره عن 1 تيرن. ممكن نعرف قديش عدد الترنز تبعون الـ DNA ونضربهم بـ 33.2 ونكتشف. يعني مثلا لو صورنا هالـ DNA واكتشفنا انه فيه 500 ترن. 500 ترن يعني قديش؟ يعني 500 في 10 5000 نيوكليوتايد, صح؟ نضرب الـ 500 في 33.2 ونعرف قديش طول الـ DNA. measures DNA size either using electron microscopy. ممكن نستخدم الالكترون مايكروسكوبي اللي هو كتير متطور وممكن يكبر لدرجة مليون, أو الجل الكتروفريسز والهاي هتاخدوها في المناعة. DNA of various size and shapes, هاي مش كتير مهمة. مهم عندنا تحت الفاج. DNA بتكون circular. الفاج هو عبارة عن الفيروس اللي بيصيب البكتيريا. DNA تبعه circular. Some DNA بيكون linear. Super coiled DNA هذا اللي نحن عنا إياه. Or warps بنسميه around itself like twisted rubber band. زي ما انتو شايفين هذا بيكون negative super cooling هيك, وهذا relax بيكون بس على شكل إيش circular. بفرجيكم إياه. ممكن هذا الكويل اللي هو هاي اللفات تبعته, والسوبر كويل زي هاي اللي شايفين هالقطعة هاي اللي هون. فهذا كويل وهذا سوبر كويل. هاي اللي هون هاي لفة سوبر كويل. هون بالنهاية تلخيص. natural DNA come in size ranging from several kilo bases to thousands of mega bases. هلأ نحنا بنعرف انه كلمة كيلو هي عبارة عن ايش بنسميها البريفكس للقياسات, والميجا نفس الحكي. الكيلو 10 قوة 3 والميجا 10 قوة 6. فممكن الـ DNA هذا يحتوي على آلاف من البيسز وممكن ملايين من البيسز. هيك قصده. The size of a small DNA can be estimated by electron microscopy. نقدر نعرف حجم الـ DNA الصغير عن طريق الـ electron microscopy. This technique can also reveal whether a DNA is circular or linear. يعني حتى بفرجينا هل هو أنواعه circular ولا linear ولا super coil. هاي ثلاث أنواع لأشكال الـ DNA. أشكاله مش يعني هلأ في عنا A و B و Z, وفي عنا أشكاله تحت الميكروسكوب اللي هم سيركولر ولينير وسوبر كويل. هلأ في عنا علاقة بين الـ DNA size, حجم الـ DNA والجينيتك كاباسيتي, يعني السعة الجينية. فهم كان بمنظورهم انه كل ما كانت الكائن الحي متطور أكتر أو عنده وظائف أكتر كان الـ DNA تبعه أطول, وكان الجين كاباسيتي أو السعة الجينية له أكتر.
فهلا شو بنحكي؟ بنحكي can not determine from DNA size alone، مش لانه حجم الدي ان اي كبير معناها الجينيتك كاباسيتي كبيره، لا، can estimate the upper limit of number genes a piece of DNA can hold. هلا حنيجي نفهمكم اياها. الهيومن جينوم هو عباره عن مشروع صار وصل لعام 2012 وقدروا يكتبوا كل الجينات الموجوده للهيومن دي ان اي، يعني جابوا الهيومن دي ان اي وضلوا يكتبوا في النيتروجين سبيس تبعته ويعرفوا كل نيتروجين سبيس القطعه الكبيره هاي قديش، يعني شو هو الجين المسؤوله عنه. واحنا بنعرف انه القطعه من الدي ان اي اللي بتعطي وظيفه او بتعطي بروتين بنسميها جين، صح؟ فبعام 2012 قدروا يكملوا هذا المشروع انهم يكتبوا الجينوم تبع الهيومن بدي. Although the sequence of the human genome has been almost completely determined by the DNA sequencing, it is not yet fully understood. مع انه انكتبوا كل الجينوم تقريبا بس ما فهموا بشكل كامل. ليش؟ هن كانوا متوقعين شيء وطلع عندهم شيء تاني. اول شيء طلع عندهم the haploid human genome contain approximately 20,000 protein coding gene. هم توقعوا يكون اكثر من هيك بكثير، توقعوا يكون عندنا اكثر من مليون نوع من الجينات، بس طلع عندنا 20,000 نوع من البروتين كودينج جين بس اللي هم فانكشنال جين. significantly fewer than had been anticipated، يعني اقل بكثير من اللي نحن كنا متوقعين او العلماء كانوا متوقعينه. Protein coding sequence account from only a very small fraction of the genome. طبعا بالنسبة للدي ان اي، الدي ان اي حجمه كبير ولكن بس 20,000 من الجينات تبعته هي كودينج جين، باقي الجينات او باقي الاريا او المناطق للدي ان اي بنسميها نون كودينج ار ان اي موليكيول، او اللي يعني هاي السبيس كلها الموجودة في الدي ان اي ما بتعمل اي جينوم او الجينات تبعتها ما بتعطي اي وظيفة. الجينات الوظيفية او اللي بنسميها البروتين كودينج جين قديش بتكون من الدي ان اي كامل؟ بس 1.5%، يعني 98.5% من الهيومن جينوم الناس بتحكي له ما له لازمة، بس احنا ما بنعرف ليش، لسه ما بنعرف شو وظيفته. ولكن اكتشفنا انه 98.5% من الدي ان اي جين ما بيعطي بروتينات او ما بيعطي فانكشنينج او وظائف. 1.5% هو اللي بيعطي اللي بيكون 20,000 بروتين كودينج جين. The total length of a human genome is over 3 billion base pairs. تخيلوا 3 مليار نيتروجين سبيس موجودة في الدي ان اي للهيومن. بس the genome is organized into 22 pair chromosome بنسميهم اوتوسوم، وعندنا زوج من الكروموسومات بنسميهم سكس كروموسوم، اللي هم في حالة الفيميل بيكونوا اكس اكس، في حالة الميل بيكونوا اكس واي. All being large linear DNA molecule contained with a cell nucleus. فالدي ان اي الموجود عندنا في النيوكلياس بيكون لينير. It is also هاي عشان تكونوا عارفين لينير. It is also includes the mitochondrial DNA. طبعا احنا بنعرف انه الدي ان اي مش بس موجود في النيوكلياس جوا الخلية، في جزء صغير منه مين سرقه؟ سرقه الميتوكوندريا. الميتوكوندريا لها جزء بسيط من الدي ان اي، واكثر من عالم حط نظريه، ولكن احنا بيهمنا نعرف انه الدي ان اي الموجود في الميتوكوندريا شو شكله؟ سيركولر، شكله او بيكون سيركولر. هلا هون بفرجينا الجرافيكال ريبريزنتيشن اوف ايديالايزد هيومن ديبلويد، يعني لما احنا جبنا الدي ان اي او الخليه طلعنا كروموسوماتها وصورناها على شكل كاريوتايب، هاي الصوره بنسميها كاريوتايب، شفنا هذا كروموسوم 1 هذا كروموسوم 2، طبعا واحد من الاب هذا من الاب وهذا من الام، هذا من الاب وهذا من الام، هيك مثلا هذا الثالث الرابع الخامس لل 22، هدول كلهم من 1 ل 22 اسمهم اوتوسوم، يعني جينات مسؤوله عن الصفات الجسديه. الجينات المسؤوله عن تحديد جنس المولود سواء ذكر ولا انثى بنسميهم 6 كروموسوم، وهم اكس واي في حاله الميل واكس اكس في حاله الفيميل، ودائما الواي بيكون زنطوط اصغر من الاكس. الجينيتك كاباسيتي او السعه الجينيه للدي ان اي بيحكي لنا هاو لارج از ان افريج بيس اوف دي ان اي، يعني قديش حجم الدي ان اي في قطعه صغيره. مثلا الايكولاي في عندنا 4.6 في 10 يعني 4 ملايين و600 الف نيتروجين سبير، تمام؟
قديه عدد الكودينج جين؟ بس 4200. مع انه مين اكتر، عدد الجينات والنيتروجين سبيس ولا عدد الجينات؟ عدد النيتروجين سبيس. بس قطع النيتروجين سبيس بتتقطع على شكل قطع، كل قطعة عبارة عن جين. الفاج هذا اللي قلنا عنه اللي بيصيب الخلايا، بيصيب البكتيريا سوري، فيروس بيصيب البكتيريا وبيخليها انه تشتغل لصالحه. مثلا في عنا الفاج لمدا هذا 4.85 في 10 قوة 4، بس 44 بروتين. هلا اصغر نوع one of the smallest اللي هو عنده بس 5000، كمان نوع فاج 5375 بيز، بس بيعطي 5 بروتينات. ما نشوفوا الحجم هذا اكبر بكتير من عدد البروتينات، ونفس الشيء هون، هاي بالملايين وهاي بالالاف، ففي فرق واضح. فهلا في عنا نظريه او مبدا رياضي بنسميه السي فاليو بارادوكس، يعني الكاباسيتي فاليو بارادوكس. يعني كمان الكاباسيتي يعني ال نسميها قد ايه كميه الجينات الموجوده في الدي ان اي بس بطريقه متناقضه. شو يعني بارادوكس؟ يعني متناقضه. احنا كنا نفكر انه كل ما زاد عدد النيتروجين سبيس فالسي كاباسيتي او الكاباسيتي فاليو بزيد. طلع عندنا هذا الحكي غلط. ليه؟ لما قلنا سي فاليو از دي ان اي كونتيننت بير هابلويد سيل، يعني السي فاليو هاي موجود بتزيد كل ما كان الدي ان اي كونتيننت اكثر في الهابلويد سيل. وانتم بتعرفوا يعني هابلويد سيل، يعني فيها 1 كروموسوم لكل نوع من الكروموسومات، يعني واحد من كل كروموسوم مثل هيك، بس واحد عندها. هذا هون ديبلويد، الهابلويد بيكون عندها واحد من هاي واحد من هاي واحد من هاي بس واحد من هاي. تمام. Might expect that more complex organism need more gene than simple organism. التفكير المعتقد انه كل ما كان الاورجانيزم معقد اكثر متطور اكثر فبيحتاج جينات اكثر. هلا هذا الحكي لما نقارن مثلا الماوس او الهيومن اللي هو الفار والانسان باليست اللي هي الخميره، بنحكي هذا الشيء صحيح. بس لما قارنوا الفروغ اللي هو ضفدع مع الانسان، تخيلوا مين اكثر تطور؟ اكيد الانسان، صح؟ ولكن اكتشفوا انه الضفدع عنده الدي ان اي الموجود او السي فاليو اللي بالدي ان اي اكثر بسبع مرات من الانسان. فعشان هيك قالوا بارادوكس. شو يعني بارادوكس؟ يعني تناقض. فحكوا السي فاليو بارادوكس the observation that more complex organism will not always need more genes than simple organism. يعني هذا النظرية اكتشفنا انه فيها خطأ، السي فاليو العادية. فقلنا سي فاليو بارادوكس، يعني صرنا نحكي انه الكائن الحي مش لانه معقد بيحتاج جينات كتير، ومش لانه بسيط ما عنده جينات، لا. كل اورجانيزم له علاقة او الدي ان اي تبعته بتتقسم لجينات معينة. وهذا الحكي غلط انه نحكي والله كل ما كان الكائن الحي متطور اكتر فالسي فاليو تبعته اكتر. Most likely explanation for the paradox is the DNA that doesn't code for genes is present when the less complex organism has more DNA. يعني بقول لك انه في كتير من الدي ان اي قبل شوي قلنا هي بتكون نون كودينج جين، صح؟ صح، كمية الدي ان اي تبعته كبيرة ولكنه نون كودينج جين، مع ذلك بيدخل بالسي فاليو تبع الدي ان اي. لهيك ممكن الدي ان اي يكون كتير كبير ولكن عدد الجينات الفعالة او الكودينج جين اقل من الدي ان اي، ممكن يكون مش كتير طويل وعنده جينات كتيرة. فهاي هي السي فاليو بارادوكس. وهون عندنا السمرية اللي بتحكي عن نفس الحكي اللي قلتلكم اياه. ويعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. هذا بيكون شابتر 2 من مادة الموليكيول.